أنه ينبغي الانتباه واليقظة تجاه الخطاب الذي يروج لكون الدستور التونسي حمال لأوجه ولكونه يحتمل كل التأويلات وأنه يقر الشيء ونقيضه، وذلك لأنه مهما كانت المساحة التي تحتلها عملية التأويل في القانون، وهي عملية ترجع إلى الجهات المكلفة كما ذكرنا بتطبيق وإنفاذ النصوص القانونية بشكل عام، فإن التأويل ليس عملية عشوائية ولا اعتباطية مهما كانت سعة الحرية التي تتمتع بها الجهة المكلفة بالتأويل، إذ هنالك قواعد متفق عليها لهذه العملية، وهنالك أيضا وعلى حد تعبير الإخصائي في الألسنية أمبرتو إيكو حدود للتأويل أو حدود للدلالات التي يمكن تحميلها للنص أو للخطاب بشكل عام. ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول أنه وإن كانت ازدواجية المرجعية في النص الدستوري أمراً واقعاً لا نشكك فيه، إلا أن مكانة ووظيفة كل من الرافدين اللذين يغذيان هذه الازدواجية مختلفين، وتحديداً علاقتهما وتأثيرهما على مسألة الحقوق والحريات مختلفة اختلافاً جذرياً بشكل يدحض الطرح القائل بأن هذا الدستور انفصامي يشرع للأمر ونقيضه. وهذا ما سنحاول بيانه للتخلص إلى نتيجة كون ضرورة تنقيح مجال الأحوال الشخصية وإقرار المساواة في الميراث بين المرأة والرجل تجد فعلا أساسها دون ريب في الدستور، دستور 27 جانفي 2014 الذي يقر بمبدأ المساواة بينهما في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز. ينبني هذا الموقف على أمرين، أولهما يتعلق بتصور دور القانون في المجتمع، ذلك التصور المتجذر في التقاليد القانونية التونسية، وثانيها في بنية الدستور التونسي ومكانة ودور المرجعية الدينية والمرجعية الوضعانية فيه. فيما يتعلق بالنقطة الأولى أي دور القانون في المجتمع، فالمعلوم لدى الأخصائيين في هذا المجال أن هنالك تصوران لهذا الدور، إما أن نعتبر القانون أداء لمحاكاة الوضع الاجتماعي في بنيته وطبيعة العلاقات التي تربط مكوناته ببعضها البعض، حيث تكون القاعدة القانونية مجرد أداة تعكس هذه البناء وهذه العلاقات، وهو تصور محافظ يميز الصياغة العرفية للقانون أكثر منها الصياغ الإرادية، أو أن نعتبر القانون أداة لهيكلة المجتمع وللتأثير على بناه، وأن نعتمده كأداة لتطوير المجتمعات وإصلاحها وهي نظرة تقدمية. وقد انخرطت الدولة التونسية منذ القرن التاسع عشر في هذا التصور الأخير لوظيفة القانون، مع المبادرة على سبيل الذكر لا الحصر بإلغاء مثلا الرق وإصدار إعلان الحقوق من خلال عهد الأمان إلى غير ذلك من الأمثلة. وتمثل هذه المكتسبات تراسبات يشكل دستور 2014 امتدادا لها، وعند تعدد القراءات بشأن هذا الدستور تشفع هذه التراسبات لقراءة تقدمية وتحررية للدستور. أما المفتاح الثاني والذي يدعم القراءة التي سنحاول الاستدلال حولها، فبقطع النظر عنها يمكن الدخول أو بالرجوع إلى النص الدستوري في حد ذاته، فإن منطوقه من ناحية، ومن ناحية ثانية مداولات المجلس الوطني التأسيسي التي تم إعداد النص الدستوري بمقتضاها من جهة ثانية، يسمحان بالإقرار بأن ازدواجية المرجعية التي ينبني عليها الدستور لا تخل بتماسك النص الدستوري ولا بتناسقه، ولا تسبق الدستور بالغموض المزعوم، وذلك لأن لكل من المرجعيتين مكانها ووظيفتها. فبقطع النظر عن الجانب الكمي لعودة الإحالة إلى الدين وتحديدا إلى الإسلام وعدد الإحالات إلى الحقوق والحريات بشكل عام، فإن قراءة أحكام الدستور تبين أنه فيما عدا ما ورد بالفصل 74 منها والخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فإن ما تبقى من الإحالات على الإسلام مرتبط بالمجتمع والشعب التونسيين. إشارة إلى الإسلام هنا جاءت كمحدد لقيم الشعب وللمجتمع التونسي في نهاية الأمر لا للدولة.
بينما الفقرة الثالثة تهم مسألة مختلفة تماما وتتصل بفاعل آخر ألا وهو الدولة وليس المجتمع أو الشعب التونسيين، وقد جاء فيها وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظم قائم على التعددية وحياد الإدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات. انتهى النص. هذه العناصر المعرفة للدولة التونسية في هذه الفقرة ولطبيعة نظامها ولأساس العلاقة التي تؤمنها هذه الدولة بين مختلف مواطنيها ومواطناتها لا وجود بينها للمرجعية الإسلامية. ولما تم الفصل بين الإشارة إلى الإسلام وإلى تمسك الشعب التونسي بتعاليمه من جهة ومسؤولية النظام الجمهوري في دولة مدنية في ضمان احترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات من جهة ثانية، فإن المساواة في الميراث تجد أساسها في هذا المبدأ، ولا يمكن اعتبار ما جاء في الفقرة الثانية سقفا أو قيدا لها. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأن نلفت الانتباه إلى أن الإشارة إلى الإسلام كمعرف لهوية الشعب التونسي جاءت في الفقرة الثانية مؤطرة ولم ترد على سبيل الإطلاق، إذ أنه إضافة إلى التأكيد على القراءة النيرة المعتدلة والمتفتحة للإسلام جاء في هذه الفقرة أن نفس هذا الشعب التونسي المتمسك بهذه التعاليم متمسك كذلك بمبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، بينما لا نجد أي تطعيم لمقاومات النظام الجمهوري للدولة المدنية كما جاء في الفقرة الموالية من التوطئة بمقاومات دينية. فيما يتعلق بفصول الدستور الآن، كيف يمكن تأسيس مبدأ المساواة في الميراث بين المرأة والرجل على الفصل 21 من هذا الدستور والذي جاء فيه المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، والحال أن الفصل الأول من الباب الأول من الدستور جاء فيه تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. نعتبر أن المساواة في الميراث مبنية على الفصل 21 من الدستور ولا يمثل الفصل الأول من حدا لها، وذلك لثلاثة أسباب. أولها يعود إلى ما ورد في الفصل 146 من الدستور الذي قضى بوجوب تفسير فصول الدستور وتأويلها كوحدة منسجمة، وبالتالي إذا اعتمدت الإشارة إلى الإسلام كما وردت بالفصل الأول كعنصر محدد لبقية أحكام الدستور يفقد الفصل 21 معناه ويفرغ من محتواه، بينما العكس غير صحيح، أي إذا اعتمدنا مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات كمحدد لطبيعة العلاقة بينهم هذا لا يحرمهم كأفراد لا من حرية عقيدتهم ولا من حرية ممارسة شعائرهم الدينية، الأمر الذي يثبته الفصل السادس من نفس الدستور. أما السبب الثاني فيعود إلى ما نستنتجه من النظر في الفصلين الأول والثاني من الدستور، فإذا كانت الإحالة مع العلم أفتح قوس الفصل الأول من الدستور دستور 2014 الذي هو إعادة لنفس عبارات الفصل الأول من دستور 1959، فإذا كان هو إعادة لنفس العبارات فليست له إطلاقا نفس الدلالة باعتبار اختلاف الجذري للسياق، وهذا ما سأحاول أن أبينه. إذن فيما يتعلق بالعلاقة بين الفصلين الأول والثاني، فإذا كانت الإحالة في الفصل الأول على الدين الإسلامي مقتضبة بل مبهمة لم يرتب عنها المؤسس الدستوري أي نتيجة قانونية على الأقل في هذا الفصل، فإن الفصل الثاني الذي يحيل إلى الدولة المدنية عرف
المؤسس هذه الأخيرة والأسس التي تقوم عليها، فأقر أنها دولة تقوم على المواطنة، أي أن الخيط الناظم الوحيد بين منظورها وبينهم وبينها يقوم على معيار قانوني لا على معيار ديني، كما أنها دولة تقوم على سيادة الشعب أي إرادته الحرة لا على سيادة سلطة دينية، وعلى علوية القانون لا على الشريعة الإسلامية. أما السبب الثالث والأخير فيتعلق بما جاء في الفصل 49 من هذا الدستور، والمتعلق بالقيود المشروعة على الحقوق والحريات. من بين المبررات التي يمكن أن تضطر المشرع إلى بسط هذه القيود، نجد ما تفرضه دولة ديمقراطية مدنية لا ما تقتضيه دولة إسلامية، كما أن هذه الضرورة التي قد تكون أساساً لبعض القيود على الحقوق والحريات يجب أن تتخذ لأسباب خمس لا غير، جاءت على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر، وهي ضمان حقوق الغير، ما يقتضيه الأمن العام، الدفاع الوطني، الصحة العامة والأداب العامة. وبالتالي لا يذكر هذا الفصل مقتضيات الدين الإسلامي كعنصر يمكن اعتماده من قبل المشرع لتقييد الحقوق والحريات. هذا فيما يتعلق بالحجج التي تبين تأسيس المساواة في الميراث على فصول الدستور، على أن هذه القراءة تشفع لها كذلك الأعمال التحضيرية أو مداولات المجلس الوطني التأسيسي، ويعتبر اعتماد الأعمال التحضيرية للنص القانوني عنصرا من بين العناصر المعتمدة لتأويله، لا لكونها تكشف عن نية أو إرادة للأشخاص الذين وضعوا هذا النص أو قاموا بصياغته بعينهم، بل لأنها تكشف من خلال دراسة المداولات أي النقاشات التي دارت بين مختلف الفاعلين داخل الهيئة التأسيسية، تلك إذن المداولات والنقاشات التي تعكس تطور المواقف والتحول من مجموع إرادات فردية ذاتية خاصة إلى إرادة عامة تتجاوز الذاتيات. وفي هذا الشأن علينا أن نذكر بأن جاء أو ورد في مسودة الدستور التي صدرت بتاريخ غرة جوان 2013 في فصلها 41 بعد 100 أنه لا يجوز تعديل الدستور فيما يتعلق بالإسلام كدين الدولة، وأثارت هذه الصياغة ردود فعل حادة داخل المجلس وخارجه، أعادت أو اضطرت المجلس للعودة إلى المفاوضات والنقاشات، وترتيبا على هذه المفاوضات والنقاشات أي المداولات تم الاتفاق على التخلي عن هذه الصياغة، وبالتالي التخلي عن اعتبار الفصل الأول يدل أو يؤول في اتجاه أن الإسلام هو دين الدولة وليس دين المواطنين والمواطنات. ثم نذكر كذلك بأنه تم اقتراح الشريعة الإسلامية كمصدر من بين مصادر القانون، وهنا كذلك تمت ردود فعل داخل المجلس وخارجه بشأن هذا المقترح، والعودة إلى المفاوضات والمداولات أدت إلى اتفاق كذلك مرة أخرى إلى التخلي عن هذا الأمر، واعتبار أن سيادة الدولة سيادة الشعب معذرة التي جاء بها الفصل الثالث من الدستور تعني أن القانون نابع عن إرادة أوتونوم إنو با إتيرونوم، يعني عن إرادة للشعب لا عن إرادة ما ورائية أو إرادة بيد سلطة دينية. أخيرا تم اقتراح كذلك مجلس إسلامي أعلى من بين الهيئات الدستورية المستقلة، وهنا كذلك أفضت المداولات والمناقشات إلى التخلي عن هذا الاختيار، باعتبار أن هذه الهيئة أوكلت إليها مهمة استشارية فيما يتعلق بمشاريع القوانين، واعتبرت هذه الهيئة أنها هيئة يمكن أن تشوش على مرجعيات المشرع في صياغته للنصوص القانونية التي يمثل الدستور مرجعيته القانونية الوحيدة تحت رقابة المحكمة الدستورية دون غيرها من المؤسسات. ولكل هذه الاعتبارات نعتقد أنه ينبغي الاتفاق على أن المساواة في الميراث بين المرأة والرجل هي مسألة قانونية صرفة تفرضها المعايير الجديدة التي وضعها دستور 27 جانفي 2014،
لكن نعتقد كذلك أنه من المهم أن ندرك خصوصية هذه اللحظة مقارنة بلحظة 1956 التي تم فيها إصدار مجلة الأحوال الشخصية، باعتبار أن هذه اللحظة اليوم تتميز بانصهارها في مجتمع مفتوح يتاح فيه النقاش بناء على إرادة حرة وتعبير حر في القضايا المتعلقة في القضايا الدينية، بقطع النظر عن علاقة القضايا الدينية بالمنظومة التشريعية. وبهذا الشكل تكون الدولة التونسية سباقة لا فقط في إصلاح منظومتها التشريعية واعتبار المرجعية الوضعانية هي المرجعية الحصرية لمنظومتها القانونية، بل سباقة كذلك في إصلاح الفكر الديني في حد ذاته. وشكراً.